السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ دلوقتي نتكلم مع بعض في أول جزء في الجينيتال سيستم، الميل جينيتال سيستم. وعايز أوضح بس بالنسبة للميل جينيتال سيستم إحنا إيه المواضيع اللي هنتكلم عنها فيه. بص معايا، الميل جينيتال سيستم فيه ثلاث مواضيع رئيسية. الثلاث مواضيع دول موضوع يخص التستس الأول، ماشي، اللي هو ال WHO classification of testicular tumor أو tumors of testis يعني. وموضوع تاني خاص، موضوعين خاصين بالبروستات. الموضوعين بتاع البروستات دول في اللي هي الهايبربليزيا بتاعتها او سينايل هايبربليزيا، ماشي، والكانسر. هما دول الثلاث مواضيع الرئيسيه الخاصين بالايه، بالميل. نبدا بس في الفيديو مع بعض هنا النهارده بالاورام بتاعت مين، التستس. طيب بالنسبه للاورام بتاع التستس، طبعا احنا دايما في تقسيمات الاورام مش عارف بناين ومالجننت والبناين ابيثيليوم او كونكتيف تيشو، هنا لا، في تقسيمه تانية خالص اللي هو عندكم في الكتاب مقسمها، اللي هي دبليو اتش او كلاسيفيكيشن اوف تستيكولار تيومر. التقسيمه دي معتمده على الامبريولوجي، بمعنى بصوا معايا، احنا دلوقتي سواء الميل او فيميل، ماشي، التستس البرايمري سكس اورجان الموجود في الميل او الفيميل، في الميل تستس، الفيميل هو مين، الاوفري، تمام. طيب اصل التكوين بتاعه كان حاجه اسمها الجناد، اللي هو ده، يعني لو جينا ده جنين عمره 4 اسابيع، ماشي، كان في ظهره كده بيتكون حاجه اسمها الجناد السويلنج او الجناد ده. الجناد ده مكون من ثلاث انواع من الخلايا، الثلاث انواع دول طبعا لو جينا نبص، دي اسمها الجات، الانبوبه دي اسمها الجات، وفي اخر حاجه اسمها الكلوكه، تمام. والجات ده بيطلع منه حاجه اسمها فيتيلو انتستينال داكت، بتنتهي بحاجه اسمها، مهم الاسم ده، ديفينيتيف يوك ساك، دي اندوديرم، دي اسمها ايه، دي عباره عن اندوديرم، ماشي، اسمها ديفينيتيف يوك ساك، ودي اندوديرم. هو الاحمر ده الجات، والداكت ديت والديفينيتيف يوك ساك دول اصلا اندوديرم من ايه، ان اوريجين، تمام كده. طيب والديفينيتيف يوك ساك دي بيطلع منها خلايا اسمها جيرم سيلز، هنا كده المفروض ان الجيرم سيلز بيحصل لها مايجريشن وتروح، ماشي، لحد منطقه مين، الجناد ده، وتشارك في تكوينه. يعني هذا الجناد يتكون، كلام، خلي بالكم انا بقول دلوقتي سواء ميل او فيميل، ماشي، عشان لما اجي بعد كده ان شاء الله في الاوفريان تيومر هرجع نفس القطعه دي او نفس الجزء الثاني هتكلم عنه، تمام. طيب وحتى برضو خلي بالكم الاورام اللي طالعه من الخلايا دي، يعني الاورام بتاع الجناد دي سواء ميل او فيميل تتشابه مع بعضها في حاجات كتير جدا. يعني في اورام في الميل شبه اورام الايه، الفيميل، وهنلاقي اورام في الميل غريبه. يعني تخيل مثلا يقول لك ايه، التستس بيطلع منها اورام زي بتاع بلاسنت، ماشي، يعني عندنا البلاسنت حاجه اسمها تروفوبلاستيك تيشو سايتو تروفوبلاست وسنسيتي وبتاع، تخيل التستس يطلع منها اورام زي بتاع المشيمه مثلا، ماشي، ليه؟ اصل يعني المشيمه دي فيميل مثلا، ايه اللي جابها هنا، تمام. قال لك الاصل الاورجن بتاعه في الميل وفيميل نفس الخلايا بالظبط، فقال لك ده اسمه الجناد او الجناد السويلنج، في خلايا، ماشي، في نوعين من الخلايا، في اندوديرمال سيلز اللي هي المين جيرم سيلز اللي هنا دول الصغننه اللي طالعه من اليوكساك، تمام كده، وفي عندنا حاجه اسمها الاسترومال سيلز اللي طالعه من الميزوديرم، وفي ميزوديرمال سيلز حواليه معاها كمان، ماشي. الميزوديرمال سيلز دي بتعمل ايه، المفروض بتعمل حاجه اسمها سيرتولي سيلز، بتعمل حاجه اسمها اللايدك سيلز، ماشي، والجيرم دول بيعملوا ايه، بيعملوا حاجه اسمها سبرماتوجونيا، ماشي. طيب كلام جميل قوي. طبعا الميزوديرمال سيلز بتعمل الكبسول بتاع الجناد او التست اوفري، بعد كده بتعمل، طبعا بكلام هنا تستس بقى، يبقى الكبسول بتاع التستس والاسترام بتاعتها. طيب جه بقى ايه، قال لك الاورام بتاع التستس تنقسم كالاتي. بصوا بقى هنا كده، دلوقتي احنا جينا التستس كتكوين، جيرم سيلز، سيراميك سيلز، واوردينال ميزوديرمال ايه، اوردينال ميزوديرمال سيلز. قال لك جيرم سيلز، في جيرم سيل تيومرز، طب بقيه الخلايا دي بيسموها سترومال تيومر او سكس كورد تيومر، ماشي، يبقى في عندنا جيرم سيل تيومر وسترومال تيومر. ايه اصل الاسترومال تيومر؟ الخليه، انه عنده من الخلايا اللي هي السيراميك سيلز والاوردينري ايه، ميزوديرمال سيلز. طيب ماشي، فقال لك طيب خلاص، في جيرم سيل تيومرز وفي سترومال تيومرز وفي ميكسد، يعني جيرم على سترومال ايه تيومر، يعني ورم اصله جيرم ومعاه كمان ها سترومال ايه تيومر. تعال نشوف مع بعض كده الاول الشكل يبقى عامل ازاي. بص معايا، جيرم سيل تيومرز، قال لك الجيرم سيل تيومر دول، ماشي،
اول نوع من الخلايا. واشهر طبعا اشهر انواع او اشهر اورام التستس اللي هي مين؟ الجيرم سيل تيومر دي، جيرم سيل تيومرز ماشي. طيب طب الجيرم سيل تيومر انواع، في حاجه اسمها السيمينوما ماشي، ده اشهر انواع الاورام بتاع التستس، اسمه الايه؟ السيمينوما. طبعا هناخد بقى كده دي هناخدها بالتفصيل. طبعا السيمينوما دي، السيمينوما في منها انواع، حاجه اسمها كلاسيك تايب، وحاجه اسمها انابلاستيك تايب، وفي حاجه اسمها سبرماتوستيك تايب. مهم يعني ده ايه السيمينوما، وده اشهر جيرم سيل تيومر. في نوع اسمه امبريونال كارسينوما، حتى بص الاورام الاسم جاي كل امبريونيك، يوك ساك تيومر. اللي جاب يوك ساك هنا بقى مع جيرم سيل، ما احنا قلنا ان جيرم سيل اصلا جاي من حاجه اسمها قلنا ديفينيتيف ايه، يوك ساك، خلي بالكم دي كويس ماشي. ساعات بيسموه اسم تاني اندوديرمال ساينس تيومر، يعني ما احنا قلنا اليوكسك دي اصلا اندوديرم ماشي، فخلي بالكم دي كويس. ايه تاني؟ في ورم هو اسمه كوريو كارسينوما. على فكره الكوريو ده كارسينوما ده اصلا بلاسنتال تيومر، ده بلاسنتال تيشو، مالجننت تيومر عباره عن مالجننت بلاسنتال ايه تيشو. وفي ورم تاني اسمه تيراتوما. يبقى انا عندي دلوقتي الاورام اللي هي اللي بتطلع من الجيرم سيلز كالاتي: سيمينوما، امبريونال كارسينوما، يوك ساك تيومر، كوريو كارسينوما، وتيراتوما. طب في بقى هنتكلم عنهم ايه كل واحد كده، ايه كلمه صغيره كده يعني. طبعا التيراتوما ده درسناه بالتفصيل في الجنرال باثولوجي، اللي هو انواعها اللي هي كان ماتيور تيراتوما، كان زي الديرمويد سيست، والاماتيور تيراتوما اللي هي المالجننت الهايلي مالجننت ديت، واللي هي المونوديرمال ايه تيراتوما دي. طبعا مش هنتكلم عنها خالص هنا، هو بس ذكرها كاسمه خلاص. حتى في شرح الكتاب بيقول لك انك ايه مشروحه في الجنرال يعني. طيب بالنسبه للسترومال تيومرز اهي: لايدك سيل تيومر، سيرتولي سيل تيومر، جرانيولوزا سيل تيومر. على فكره الجرانيولوزا دي اصلا موجوده في الاوفري، يعني ديت عارف لو تفتكروا الماتيور جرافيان فوليكل، في حاجه اسمها ثيكا انترنا وثيكا اكسترنا وزونا جرانيولوزا ماشي، نوع من الخلايا موجوده في الاوفري. طب ايه اللي جابه هنا؟ ما احنا قلنا الجناد ماشي او التيس والاوفري لهم اصل واحد، نفس انواع الخلايا بالظبط ماشي، فممكن ورم يعمل حاجات شبه الفيميل بالظبط، ده بيسموه جرانيولوزا سيل ايه تيومر. وبص بقى يبقى في لايدك سيل تيومر، طبعا اشهر هما الاثنين دول لايدك سيل والسيرتولي ايه سيل. في حاجه اسمها جرانيولوزا سيل تيومر، ده في الاسترومال تيومرز. وميكسد فورم، يعني ميكسد فورم خليط من الخلايا دي مع بعضها كده. طب سؤال بس دلوقتي، في كام ميكسد دلوقتي؟ بص يبقى احنا عندنا في جيرم سيل تيومرز وفي استرومال تيومرز وفي ميكسد جيرم واسترومال، بيسموها جوناد وبلاستوما الورم ده. يبقى في جيرم سيل تيومر ده في التستس، وفي اورام ستروما ستروما تيومر، وفي ميكسد جيرم وسترومال، ده ورم بنسميه جونادو بلاستوما، اسمه ايه؟ جونادو بلاستوما. خلاص طيب تعال على استرومال بقى، بص عامله ازاي: لايدك سيل تيومر، سيرتولو سيل تيومر، دول اشهر طبعا الاثنين طبعا يعني، جرانيولوزا سيل تيومر بص، وميكسد ستروما تيومر، يعني في كذا نوع من الخلايا مع بعضها، وان ديفرنشيتد، يعني هو تيومر بيطلع منين؟ من الستروما او ستروما تيومر، بس مش معروف اصله ايه ماشي، او مش معروف الشكل بتاعه عامل ازاي، او مفيش نوع معين من الخلايا موجود يعني، بس هو اصله اللي هو الايه استرومال سيلز، او اصله الميزديرمال ايه سيلز اللي هم السيلاميك والاورديناري ايه ميزديرمال سيلز دول. طيب يبقى لا، يبقى تاني كده مع بعض، اورام التستس ممكن تبقى كالاتي، بصوا المنظر: جيرم سيل تيومرز تمام. طبعا لو جينا بقى على الاورام بتاع التستس، مين اشهرهم؟ الجيرم سيلز، الجيرم ايه سيل تيومر. طيب وفي سترومال تيومرز وفي مكسد جيرم وسترومال. طب الجيرم سيل تيومر انواعهم ايه؟ سيمينوما، امبريونال كارسينوما، يوكساك تيومر، كوريو كارسينوما، تيراتوما. خلاص مين اشهرهم؟ الموست كومن سيمينوما ماشي. طبعا في ورم زي اليوكساك تيومر ده اشهرهم بس في الاطفال ماشي، بس طبعا يعني كاطفال النسبه بتاعتها قليله شويه، انما كعموما يعني اشهر اورام الجيرم سيل تيومر هي السيمينوما. خلاص كده اشهر، يبقى اشهر اورام التستس جيرم سيلز تيومر، واشهر الجيرم سيل تيومر مين؟ ها السيمينوما. خلاص كده ده بيجي في الادلت تمام كده. طب حلو ايه تاني؟ في اذر تيومرز، يعني بيقول لك في بقى ايه ليمفوما ممكن تيجي في التستس مثلا، في سكندريز ممكن تيجي فين؟ ها في التستس، دي اذر تيومرز ممكن تيجي فين؟ في التستس تمام كده. طيب يبقى مين الموست كومن تيومرز على حسب الدبليو اتش او؟ الجيرم سيل تيومرز. طب مين اشهر الجيرم سيل تيومر؟ ورم اسمه الايه؟ السيمينوم. طبعا في الليله دي كلها هنشرح بالتفصيل الاخ ده اللي هو مين ده هنا؟ السيمينوم. بس الباقيين في كل واحد في بعض الاورام كده هقول عنهم ايه كل واحد كلمه صغيره كده ماشي. انا اللي انا عايزه في كل الموضوع ده كله في الاورام دي كلها هو مين ده؟
السيمينوم. التقسيمه العامه الكلاسيفيكيشن او دبليو، ممكن يقول لك كده جيفن اكونت دبليو اتش او كلاسيفيكيشن اوف تستيكولار تيومر. هروح نرسم له الرصه دي، جيرم سيل سترومال وميكسد، جيرم وسترومال ماشي، وبعدين اذرز زي مين الليمفوما وزي مين سكندرز او ميتاستاتيك ايه تيومرز في التستس. طيب او ممكن لو جالك سؤال اتكلمنا على مين، على السيمينوم بس، برضو عشان الام سي كيو في بعض الحاجات كده في الاورام دي ممكن عايزين نتكلم ايه عنها صغيره كده. بص معايا، طيب اول معلومه عايز اعرفها بالنسبه طبعا في تقسيمتين رئيسيين هنتكلم عنهم، هما الجيرم سيلز واللي هما الاسترومال ايه استرومال تيومرز دول ماشي. طيب بالنسبه للجيرم سيل والاسترومال عايز اقول لكم حاجه، معظم الجيرم سيل تيومرز مالجننت ماشي، غالبيه او معظم الاسترومال بناين، خلي بالكم دي كويس، يبقى احنا برضو عشان خلي بالنا من الكلام ده كده، الجيرم سيل تيومر موستلي مالجننت، يعني السيمينوما مالجننت، يوكسك تيومر مالجننت، مش عارف اسمها ايه ديت الكوليكارسينوما مالجننت خلاص. طيب التيراتوما بناين، بس يعني طبعا فيها بناين ومالجننت، الماتيور تيراتوما دي بناين مثلا والمالجننت الماتيور تيراتوما دي مالجننت، بس في كده معظم الجرم مالجننت. تعالى على الاستروما تيومر، لايدكسل تيومر، دول اشهر اتنين طبعا، لايدكسل وسيرتولوسل، دول بناين تيومرز اصلا، دول بناين ايه تيومرز خلاص. طيب بس ممكن تلاقي في مالجننت، ممكن تلاقي مالجننت استرومال، بس المعظم بيبقى ايه، المعظم بناين. يبقى معظم الجرم مالجننت، معظم الاسترومال او الجرم سيل تيومر موستلي مالجننت، الاسترومال تيومر موستلي بناين. طيب ماشي، ادي معلومه. ايه تاني؟ الجرم سيل تيومر فيهم تيومر ماركرز مشهوره جدا، في حاجه اسمها الفا فيتو بروتين وهيومن كوريونيك جونادوتروبين، ده بتاع المشيمه، بتاع المشيمه، بدل الورم بتاع المشيمه اللي قلت عليه من شويه اللي هو اسمه كوريو ايه كارسينوما ده ماشي. يبقى في الجرم سيل تيومرز قاعده كده ان في تيومر ماركر، يعني لو واحد جاي لعنده تيستس او السكروتن ضخم كده وكبير وفي تستيكولار انلارجمنت، فانا ايه شاك انه عنده ورم في التيستس تمام، فانا في تيومر ماركرز كده بعملها الاف فيتو بروتين والهيومن كوريونيك، لقيتهم عاليين يبقى في ده جيرم سيل ايه تيومر. طب هنا بالنسبه للستروما في حاجات تانية هنتكلم عنها كمان شويه، فالتيومر ماركر اللي بنلاقيها في الجيرم سيل تيومر اللي هم الالفا فيتو بروتين والهيومن كوريونيك جونادو ايه جونادوتروبين. طيب وبرده حاجه تانية، جيرم سيل تيومر قلت معظم التستيكولار تيومر جيرم سيل، 90 ل 95% من التستيكولار تيومر جيرم سيل ايه تيومرز. السبب غير معروف، يعني مثلا واحد جاله ورم في التستس ما حدش عارف ماشي، بس في الغالبيه بتبقى حاجات جيناتيك كلها ماشي، كلها طبعا. احنا اصلا التقسيمه بتاع الدبليو اتش او اساسا ماشي معتمد على الامبريولوجي خلاص، جيرم سيل استرومال بتاع الكلام ده كله تمام. فالاسباب بتاع الجيرم سيل تيومر دي كلها، او يعني لو بريديسبوزنج فاكتور هعتبرها مش اسباب، يعني لانها مش معروف لها السبب بتاعها ماشي، بتبقى كلها حاجات خاصه بالجنين او جينيتك، قالك جينيتك ديس اوردر ماشي، خلل جيني، او ممكن حاجات اللي هي زي الاندسندد ايه تيستس. ايه اللي جاب اندسندد تيستس في الموضوع دي؟ هقول لكم حاجه، الاندسندد تيستس يعني واحد عيل مولود الخصيه مش موجوده في السكروتوم، في منها نوعين، في يونيلاترال وفي بايلاترال. البايلاترال دي بتبقى حاجه عامه في الجسم كله، العيل ده بيبقى في حاجه اسمها الاتش سي جي ماشي، بيطلع من المشيمه، هو ده اللي بيساعد على نزول الايه التيستس في قلب الايه السكروتوم. فلو عيل عنده الخصيتين ما نزلوش في السكروتوم فدي مش مشكله، ما فيهاش حاجه خالص ماشي، بنديله اتش سي جي صناعي وبينزل بعدها، او ممكن بنستنى اسبوع كده ولا 10 ايام وبتنزل لوحدها. طب ما نزلتش بنديله الاتش سي جي ده تمام، بس حاجات ارتفيشال طبعا سينثيتك يعني. طيب لو واحد عيل مولود وعنده خصيه واحده في السكروتوم موجوده بس والتانيه ما نزلتش، يبقى ده ما فيش مشكله في الهرمون بقى، الاتش سي جي كويس ما فيهوش مشكله. طيب قالك بنعمل ايه، ندور عليها ماشي، ممكن ما تكونش اتكونت اصلا تمام، او ممكن اتكونت بس حصل ايه بارير معين منعها من النزول تمام. طيب قالك طيب التست دي بقى الاندسند ديت ساعات بينزلوها، هم لازم يدوروا عليها وينزلوها فين، في قلب السكروتوم. اشمعنى ماشي؟ قالك ان التست دي ممكن تقلب مالجننت. قالك طب لو لقيتها بتعمل فيها ايه، يعني دلوقتي واحد عيل عنده يونيلاترال اندسند تيستس، قال بدور عليها وانزلها في السكروتوم ماشي، قالك طب مش هي ممكن تقلب مالجننت، ممكن. طب ما تشيلها وخلاص، مش هو ممكن يعيش بخصية واحدة ويخلف، ممكن. طب بتشيلها ليه؟ قالك بتنزلها ليه؟ قالك مش كلهم بيقلبوا مالجننت، بعضهم بيقلب مالجننت، فاحنا بنزلها في السكروتوم ونتفرج ونشوف. لو حصل اي تغير في شكلها او اي مصيبة ولا بتاع بنشيلها ونخلص. طب ما حصلش حاجة خلاص، هي موجودة وشغالة وزي الفل، ما فيهاش مشكلة خالص ماشي. فقالك ان الاندسند تيست اليونيلاترال دي بريدسبوز يعني عرضة اكتر ان يجي فيها ايه
جيرمس الايه تيومر، تمام كده. طيب وحاجه تانية خلل جيني، ممكن كروموزومال ابنورماليتيز، كلاينفلتر سندروم، ماشي، كل ده ممكن يؤدي الى برضو ايه او بريتس بوزنج فاكتور للجيرمس الايه تيومرز. طيب ايه تاني؟ طب بص معايا، طب في جيرمس التيومر كان في اورام، في اورام معينه كنا عايزين نتكلم عنها. احنا قلنا موستلي مالجننت خلاص كده، ما عدا التيراتوما قلنا ممكن تبقى بناين او مالجننت. فطيب في الجيرمس التيومر في حاجه اسمها قلنا سيمينوما، كويس، ده 50% من الجيرمس التيومر، يعني معظم الجيرمس التيومر، وده بيجي في الادلتس زي ما نعرف كمان شويه، ده اللي هناخده بالتفصيل بقى ان شاء الله، ماشي. ده اشهر جيرمس التيومر اللي هو السيمينوما ده. طيب يوكساك تيومر ده بيطلع من اللي هو اصله يعني من خلال يوكساك اللي هي جيرم سيلز يعني، برضه مالجننت. بص بقى ده الكومونست جيرم سيل تيومر في الاطفال الصغيرين، في الانفنت واليونج تشيلدرن، في معلومات صغيره على دول هتكلم عنها بس وخلاص. اليوكساك تيومر ده مالجننت وهو اشهر جيرم سيل تيومر، بيجي في الاطفال واليونج تشيلدرن، ماشي. ده مين اشهر جيرم سيل تيومر؟ السيمينوم. والورم ده يتميز طبعا ده مالجننت تيومر بحاجه كده غريبه قوي، بص معايا، ان المالجننت سيلز بتاعته بتعمل حاجات شبه الجلوميرولاي كده بالمنظر ده، بيقول لك جلوميرولويد المالجنان سيلز فورم جلوميرولويد ستراكشرز، ماشي، اسمها شيلر دوفال بوديز، اسمها شيلر دوفال ايه بوديز، يبقى الشيلر دوفال بوديز دي موجوده في انهي ورم؟ موجوده اللي هو في اليوكساك تيومر. ايه الشيلر دوفال بوديز دي؟ اللي المالجنان سيلز بتعمل تكوينات كده شبه الجلوميرولاي، هي مش كدني ولا حاجه، شبه الجلوميرولاي، جلوميرولويد شبه ستراكشر، تمام. ده بالنسبه لي بقى اللي يهمني في اليوكساك تيومر دلوقتي كلمتين كده، ان هو مشهور قوي فين؟ في الاطفال واليانج تشيلدرن، ويتميز بوجود حاجه اسمها شيلر دوفال ايه، شيلر دوفال بوديز، تمام. يعني ممكن يجي ام سي كيو ان اليوكساك تيومر ده هل هو جيرم سيل ولا ستروما تيومر، هو كومونست في الادلت ولا كومونست في التشيلدرن، ماشي. طيب بيتميز بوجود حاجه اسمها شيلر دوفال بوديز اللي هي عباره عن جلوميرولويد لايك ايه ستراكشر كده. طيب ادي حاجه. ورم تاني اسمه كوريو كارسينوما. بص يا اخوانا الكوريو كارسينوما ده اصلا، ده خلي بالكم انا بتكلم على تيستس، بتكلم على تيستس، ماشي. الكوريو كارسينوما ده عباره عن، هو على فكره لما ناخد ان شاء الله الفيميل اورام الملج من من التيومرز بتيجي في الفيميل جينيتال سيستم كوريو كارسينوما بلاسنتال تيومر، ماشي. طب ليه ده امبريونيك تيومر؟ احنا قلنا كلها ان اصل التكوين في الميل وفي الميل واحد، ماشي. طيب فعباره عن مالجننت تروفوبلاستيك تيشو، ويتميز بنسبه عاليه جدا من الهيومن كورونيك جونادو ايه تروبين. انتوا عارفين بنكشف عنه ازاي بتاع ده؟ تخيلوا بقى باختبار حمل، يعني تخيل مثلا راجل واجي اعمل له اختبار حمل، يعني واحد جاي عنده طبعا ده تيومر ماركر، ما هو اختبار الحمل عباره عن ايه؟ بنكشف عن الاتش سي جي في اليورين، خلاص كده. فنفس الفكره الشخص اللي عنده كوري كارسينوما ده يبقى عنده بوزيتيف بريجنسي تيست. طبعا مش هقول الكلام ده، يعني مش بقول انا يعني بنكشف عنه، انت ممكن تكشف عنه بسرعه كده باختبار الحمل ده، ماشي. لو واحد عنده تستيكولار ماس كبيره كده مش تعمل له اختبار حمل، طبعا هو مش كومن قوي الكوري كارسينوما ده، ماشي. فبيدي بوزيتيف بريجننسي ايه تيست، ده حاجه بالنسبه للكوريو ايه كارسينوما. طيب يبقى سيمينوما مالجننت، يوكساك تيومر برضه مالجننت، كوري كارسينوما برضه هو كمان ايه مالجننت، ماشي. طبعا ده هنشرحه بالتفصيل دلوقتي. اليوكساك تيومر ده اشهر واحد في الاطفال، وده بتاع الشيلر دوفال بوديز اللي هي الايه الجلوميرولويد لايك ستراكشر دي. الكوري كارسينوما ماشي ده مالجننت تروفو بلاستيك تيشو زي بتاع الماشيه بالظبط بلاسنتال تيشو، بس مش هقولك طبعا في الكلام يعني. ويتميز بنسبه عاليه جدا من الهيومن كورونيك جونادو ايه تروبين، تمام. طيب طب الباقيين دول طبعا السيمينوما بيتميز بحاجه اسمها الفا فيتو بروتين زي ما نشوف كمان شويه. طيب في ورمين تانيين برضو في الاستروما، انا عايز برضو كلمتين بس عنهم مش اكتر، اللي هو اللايدكسل تيومر والسيرتولوسل تيومر، الاثنين بناين، ماشي. اللايدكسل بيطلع اندروجين بكميات كبيره جدا، ولو جه في عيل صغير بيعمل حاجه اسمها بريكوشس بيوبرتي، بلوغ قبل الميعاد، ماشي. بريكوشس بيوبرتي ماشي يعني بلوغ قبل الايه الميعاد يعني، ماشي، تمام كده. طيب ده بالنسبه للايه لللايدكسل تيومر. طب بالنسبه للسيرتولوسل تيومر بيطلع كميه كبيره جدا منين؟ من الاستروجين، وده بيؤدي الى فيمينايزيشن، تمام كده. طبعا دي حاجات برضو ايه مش هنقولها بالتفصيل او كده، بس بكلمكم يعني ايه بالنسبه للسيرتولي بتطلع استروجين، اللايدك بيطلع اندروجين. طيب اللايدكسل تيومر، طب ماشي، كميه كبيره من الاندروجين والايه والاستروجين. تعالى دلوقتي نتكلم على الموضوع الرئيسي اللي هو في الاورام كلها دول، اللي هو مين؟ السيمينوما الموست كومن، 50% من الجرم من الجرم سيل تيومر هو مين ده؟ السيمينوما ده. بص معايا،
طيب بالنسبه للسيمينوما ده الكومانست ستيكلر تيومر. طب ازاي دي؟ ما احنا قلنا بصوا، احنا قلنا ان معظم الاورام 90 ل 95% جيرم سيل تيومر. حلو، طب مين معظم الجيرم سيل تيومر بيبقى عباره عن ايه؟ سيمينوما. فكده يبقى السيمينوما هو اشهر ورم فين في التسع على الاطلاق، كومانست ستيكلر ايه تيومر، واشهر ورم لو هيجيب سؤال في الامتحان برضه نفس الكلام، هو عباره عن جيرم سيل تيومر. السن بتاعه من 30 ل 40 سنه، السن من كام؟ من 30 ل 40. بس في نوع كده من السيمينوما هنتكلم عنه دلوقتي اسمه سبرماتوستاتيك تايب، ده بيجي في سن 65 اولد ايج، ماشي؟ يعني بيجي من 30 ل 40 سنه، ماشي. طب كان في بقى يوكسك تيومر بتاع الاطفال، ماشي، انما ده بيجي فين؟ في الادلت اهو، تمام. وفي نوع كده اسمه سبرماتوستاتيك تايب، ده بيجي في سن كام؟ 65 ايه سنه. والورم ده راديو سنسيتيف، راديو ايه سنسيتيف. خلي بالكم برضو من حاجه، ان الاورام دي طبعا السيمينوما بتطلع من الخلايا اللي بتعمل اللي موجوده جوه السيمينيفرس تيبيولز نفسها، ماشي. يعني لو دي سيمينيفرس تيبيول اهي كده، تمام، اللي جوه التستس، السيمينوما بتطلع منين؟ من جوه اللايننج بتاعها، السيلز اللي عامله اللايننج بتاع السيمينيفرس اي تيبيول. فحتى بيقول لك ان السيمينوما ده مالجننت، بيبدا بحاجه كده غريبه اسمها انترا تيوبولار جيرم سيل نيوبليزيا، بيبدا كده اسمها كده انترا تيوبولار جيرم سيل اي نيوبليزيا، يعتبروها حاجه اسمها كارسينوما انسايتو، يعني السيلز اللي مبطنه السيمينيفرس تيبيول بيبقى فيها مالجننت تشينج، ماشي، وداوت انفيجن للوول بتاع مين؟ بتاع والبيست ممبرين بتاع التيبيول دي، خلاص. فبيسموها في الحاله دي البدايه بتاعتها انترا تيوبولار جيرم سيل نيوبليزيا، دي بدايه مين؟ الاورام بتاع الجيرم سيلز عموما، او بالذات هي مين هنا؟ السيمينوما، اللي بتبدا من جوه السيمينيفرس تيبيول نفسها، ودي بنعتبرها حاجه اسمها كارسينوما انسايتو، يعني دي كارسينوما انسايتو بتاعت مين؟ بتاع السيمينوما يعني. طيب دي المهم، يعني معلومه برضو ايه لو حلوه برضو اعرفوها، يعني ان السيمينوما بتبدا بحاجه اسمها كارسينوما انسايتو. طب دي عباره عن ايه؟ طبعا هي السيمينوما الخلايا بتاعتها موجوده داخل السيمينيفرس تيبيول، ماشي، اللايننج بتاعها اصلا. فلما بتبدا هنا بتبقى السيلز فيها المالجننت تشينج كلها، وداوت انفيجن لمين؟ للبيزمنت ممبرين بتاع التيبيول، تمام. فاسمها انترا تيوبولار جيرم سيل نيوبليزيا، اسمها كده. طيب الجروس بيكشر بتاع السيمينوما، قال لك والله ادي المنظر بتاعها اهو، التست بقى انلارجد، الورم نوت انكابسوليتد ولوبيوليتد، ماشي، سوليد ماس، وفي ارياز من الهيموريز والايه والنكروزس، ماشي. هتبقى لك اللون بتاع الورم جريش بينك كده، ماشي، وفي ارياز من الهيموريز والايه والنكروز، يبقى انلارجد، التست نفسها تبقى انلارجد، والورم نوت انكابسوليتد ولوبيوليتد بالمنظر ده، تمام، سوليد ماس، وفي ارياز منين؟ من النكروز موجوده داخل الايه؟ التيومر. طيب والورم ده بيريبليس التستيكولار ايه تشو، يعني بيتوغل في قلب التس ويحل محل التستيكولار ايه؟ النورمال تستيكولار تشو. طيب الاهم من ده كله الميكروسكوب، مايكروسكوبك تايبز اوف سيمينوما. بصوا معايا، عندكم في الشرح بتاع الجزء ده هو مقسمه ثلاث انواع، كلاسيك وسبرماتوستاتيك تايب اللي هو بتاع الناس الكبار ده. طبعا الكلاسيك هنا بيجي من سن كام؟ من 30 ل 40 سنه. السبرماتوستاتيك ده بتاع السن اللي هو كام؟ قلنا 65، مش كده برضو؟ 65 سنه، ماشي. وفي نوع كده بنسميه انابلاستيك سيمينوما، يعني ايه؟ له واخد يعني، او في هاي ماتوتيك اكتيفيتي، او هايلي مالجنن تايب اوف سيمينوما، ماشي، وده رير تايب. نيجي على الكلاسيك تايب بقى، بص معايا عامل ازاي ده. ادي منظر الكلاسيك تايب اهو، شايفينها عامله ازاي هنا؟ عباره عن لارج سيلز وذ كلير سيتوبلازم، ماشي، وسنترال نيوكليوي ولارج نيوكليولاي بالمنظر ده. يبقى اللارج سيل تايب، يبقى او اللي اسمه كلاسيك تايب اوف سيمينوما، السيلز ليها شكل غريب شويه، لارج سيلز، ماشي، كلها تقريبا شكل بعضها كده، لارج سيلز وذ كلير سيتوبلازم سنترال نيوكليوي ولارج نيوكليولاي، وعامله حاجه اسمها زي شيتس كده بالمنظر ده. بص المنظر عامل ازاي، تكون عامله جروبز شيتس كده او كلاسترز كده، وبينهم بعضهم في فايبر ستروما، والفايبر ستروما فيها الليمفوسيتك انفلتريشن، فيها الليمفوسيتك ايه؟ انفلتريشن، ماشي. يعني السيمينوما فيها الليمفوسيتك ايه؟ انفلتريشن، اللي هو الكلاسيك تايب ده اللي هو بيجي من 30 ل 40 سنه. طب النوع الثاني اللي اسمه سبرماتوستاتيك تايب، اللي هو بتاع سن الكبار ده في السن، عباره عن خليط من الخلايا، ماشي، سمول سيلز، مع هنا كان كلهم عباره عن ايه؟ كلهم لارج سيلز عاملين كلاسترز كده، هنا الكلاسترز معموره من خليط من الخلايا، خلايا صغيره وخلايا كبيره، ومعاهم شويه جاينت سيلز بالمنظر ده، تمام.
وفي برضو اللي هي نفس الفكره ان في فايبر ستروما، اهي في فايبر ستروما بس ما فيش لمفوستيك انفلتريشن. في السبرماتوسيتيك تايب نو لمفوستيك ايه انفلتريشن، انما في الكلاسيك تايب في لمفوستيك انفلتريشن بين الايه الكلاسترز وبعضها. ماشي، يبقى ده بالنسبه للايه للنوعين دول. ماشي، يبقى عندنا كده ادي الثلاث انواع اهم بتوع ال التاداتيلوما بتاع السيمينوما، في كلاسيك تايب سبرماتوسيتيك تايب. ماشي، وخلي بالك بيقول لك ان احسن برجنوزس موجوده فين؟ في السبرماتوسيتيك، ده ما بيعملش ميتاستس اصلا. ماشي، ما بيعملش ايه سكندرز، تمام، بيفضل في مكانه كده يعني، بيدمر تيست وخلاص. بس يعني ايه اعرفوا اللي ايه انواعه وخلاص دلوقتي. وفي النوع الثالث اللي هو اسمه انابلاستيك، ايه انابلاستيك سيمينوما. وعامه السيمينوما ليها جود بروجنوزس. ليه جود بروجنوز اصلا؟ ماشي، عشان بتبقى ايه راديو سنسيتيف، تستجيب للعلاج الايه الاشعاع. طيب حاجه تانية، بص معايا كده، التستيكولار تيومر دول بينتشروا ازاي؟ قال لي والله ممكن دايركت سبريد. دايركت سبريد ازاي؟ يعني السيمينوما دي تنتشر ازاي عموما؟ يعني تروح على البريدمس، على الفاس ديفرنس، على السكين بتاع مين؟ بتاع السكروتوم. ماشي، ده دايركت سبريد لوكال. يعني ليمفاتيك، التس اصلا الليمف بتاعها بيروح على فين؟ على ليمف نود كده اسمها بارا اورتيك ليمف نودز. ليمفاتيك سبريد يعني لو حد عنده ورم في التستس، ماشي، بعمل له سنار على بعمل له اشعه مقطعيه على البطن عشان اتاكد ان الورم ما راحش على فين، على البارا اورتيك ايه ليمف نودز. طيب ممكن بلاد سبريد. ماشي، بلاد سبريد طبعا التسس ليها سيستميك سيركوليشن، بتروح على الرايت اتريوم ورايت فنتريكل، على اللنج، يروح على اللنج، ولو يعدي من اللنج هيروح على الليفر، على البرين، على الكدني، على البون. ده اسمه بلاد ايه، بلاد سبريد اوف سيمينوم. ماشي، يبقى في دايركت سبريد، في ليمفاتيك سبريد على البارا اورتيك ليمف نود، مهم قوي دي. ماشي، ده الليمفاتيك بتاع التستس، وبيروح على بلاد سبريد على اللنج، على الليفر، على البرين، على البون، على مين؟ على الكدني. طيب احنا دلوقتي قلنا التستس اول انتشار ليها على الليمف، ماشي، على انهي ليمف نودز؟ البارا اورتيك ليمف نود. فقال لك خلاص على حسب المنظر ده، وممكن بقى كده يروح على الدم، يروح على ليفر، على بون، على برين، على ايا كان، ماشي، على لنج. قال لك خلاص بص احنا نقسم الستيجنج بتاع الايه بتاع التستيكولار تيومر دي او السيمينوما عموما يعني. ماشي، ايه هي؟ قال لك ستيج واحد ان الورم لوكالايزد فين؟ في التستس، لسه ما خرجش. طب ستيج 2 الورم راح على فين؟ على البارا اورتيك ليمف نود. ستيج 3 امتد الى اكسترا نودال تيشو، يا اما بقى اذر ليمف نودز، يا اما راح بقى فوق الديافرام، على لنج، على برين، على بون، على كيدني، ايا كان، اكسترا ايه اكسترا نودال. ماشي، بره الايه الليمف نودز خالص، يعني بعد ما خلص بقى التستس والليمف نود وخرج بره الايه الليمف نود، ده اسمه اكسترا ايه اكسترا نودل. ماشي، يبقى الستيجنج بتاع الاورام بتاع التستس دي كلها عموما وبالذات السيمينوما، ستيج 1 بيبقى لوكالايزد في التستس، ستيج 2 بيعمل سبريد للبارا اورتيك ليمف نودز، ستيج 3 بياند البارا اورتيك ليمف نودز. ماشي، بيروح بقى على ليفر، على لانج، على برين، على بون، على كيدني. ماشي، ده بنسموه ايه اللي هو ستيج 3، تمام، او بمعنى اخر ستيج 1 ده لوكالايزد في التستس، ستيج 2 ليمفاتيك، ستيج 3 بلاد ايه بلاد سبريد. ده بالنسبه للايه الاورام بتاع التستس زي ما قلنا. ونهتم جدا بالتقسيمه العامه للاورام، وفي بعض الاورام ناخد عنها بعض الكلمات كده المعروفه اللي هرمون بيطلعه حاجه معينه، كمه في الاطفال ولا في الكبار، وبالتفصيل بقى اللي هنتكلم عنه اللي هو مين ده هنا او هنذكره بالتفصيل اللي هو ايه السيمينوم. ماشي، ده بالنسبه للايه لاول جزء عندنا في الميجينيتال سيستم اللي هي التستيكولار تيومرز، وشكرا.